الكاست كله يعني احنا كلنا اصحاب وكلنا عايزين نطلع عمل حلو الناس تتبسط وتتفرج عليه. وزي ما انت لاحظت برضو في اطفال كتير في المسرح، فالمسرحية فيها كوميديا راقية، يعني ما بنقدمش حاجة انت تبقى مكسوف لو في طفل قاعد، بالعكس. والقصة اجتماعية كوميدية كده، فانا حابة المسرحية جدا بصراحة. الواحد بيشتغل وهو مستمتع فيها. انا عاملة دور سعيد مرات عربي، اللي هي ست بسيطة واقفة في ظهر جوزها طول الوقت، ما تفهمش وما بيحبوا بعض، بيتخانقوا مع بعض، بتدافع عنه، يعني في حالة كده دمها خفيف حصل.